محمد حسين يعقوب. عند الشدائد صابرون جبال سعد وعمار الهدى وبلال رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ هذه هي الحلقة الثانية من برنامجكم الرجال مواقف، وأريد أن أتساءل في البداية عن الصدق. كيف حال الصدق في قلوبكم؟ إخوتي، إننا نحتاج لكي نصدق أن نحب الصدق، نحبه. ثانيا، أن نألف الصدق ونعتاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قلنا في قضية اللوامع واللوائح والبوارق والحال والمقام أنها تصدق في هذا الحديث حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر. البر أيها الإخوة الإسلام كله، بل الإسلام والإيمان، أركان الإسلام وأركان الإيمان جمعت في كلمة بر. بر كلمة مكونة من حرفين اثنين، باء وراء، وهي تجمع الدين كله. ليس البر، ولكن البر راجعها في سورة البقرة. الشاهد، إن الصدق يهدي إلى البر. إذا صدق الإنسان، ولذلك بعد أن ذكر الله شرائع الإسلام، أركان الإيمان وأركان الإسلام، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق حين يسمع الإنسان الكلام عن الصدق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدق، آيات القرآن التي تتكلم عن الصدق، يعجب بالصدق. دي اسمها بقى لوائح ولوامع وبوارق في حياته. إنه يسمع إن سيدنا كعب بن مالك قال والله ما أنجاني الله إلا بالصدق، بعد أن كرب 50 يوما متوالية وبصدقه نجا، ونادانا الله جل جلاله من فوق 7 سماوات. قال الملك جل جلاله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه زي ما قلت كده لوامح ولوامع وبوارق، لوائح ولوامع وبوارق تبرق في حياتك. تقول كثير من الناس بتيجي عليه فترة في حياته يقول لنفسه، وانا ليه ما بقاش انسان محترم وصادق؟ لأن الكذب ريبة، الكذب قلق، لما يكذب بيبقى قلقان أن يكتشف كذبه، قلق أن يعرف الناس حقيقته، قلق أن يكتشف كذبه. فلذلك الكذب، قال صلى الله عليه وسلم، الكذب ريبة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فلذلك تجد بعد ما يكذب ويعاني من الكذب مرات، تبدأ اللوامع واللوائح
والبوارك دي في حياته، شوف فلان صادق عايش مرتاح ازاي. انا ليه ما بقاش كده؟ عايز ابقى صادق ومستريح وسعيد. يأتي بعدها حال الصدق. دايما يقولوا ايه في الجرح والتعديل؟ حاله الصدق. يبقى متصف بالصدق دايما هو صادق، دايما يقول الصدق. اذا تمكن في حال الصدق رسخ في مقام الصدق، مقام الصديقية، يبقى صديق. يبقى الاول تبقى لوامح، لوائح ولوامع وبوارق، اذا تمكن اعجابه بها ورضاه بها ورغبته فيها صدق، فعاش حال الصدق. فاذا تمكن في حال الصدق واستدام عليه وثبت ورسخ، انتقل الى مقام الصديقية فصار صديقا وسمي عند الله صديق. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يتكتب في السماء اسمه صديق. هذه الصديقية لا تأتي إلا بعد رسوخ. فإذا رسخ في الصدق انتقل إلى درجة أخرى من درجات الرجولة، وهي قال الله عز وجل في وصفهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إخوتي، في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا ابتلانا الله جل جلاله برحمته بالفتن ليتميز الصادق من الكاذب. احنا قلنا الرجال ايه؟ مواقف. النهارده لما نتكلم عن الصدق واقول ان واحد يقول لنفسه انا نفسي ابقى صادق، تقول لي أنا طول عمري صادق، أنا عمري ما بكذب، أنا لو السيف على رقبتي ما كذبش. معلش، أنت تقول اللي أنت عايزه وأنا أصدقك، لكن المواقف تبين بقى مين الصادق ومين الكاذب. قال الله جل جلاله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. علماء يقولوا ايه؟ ان هذا علم ظهور، بمعنى الله يعلم الصادق من الكاذب. لكن الانسان لو هو من داخله منافق كذاب جواه، لابد ان يبتليه الله جل جلاله ليخرج ما في باطنه. إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها حتى تعمل أو تتكلم. فلذلك حديث النفس معفو عنه. يعني واحد بيحدث نفسه أنه يزني أو أنه هو يسرق أو أنه هو يكذب أو أنه كل ده جواه، طالما ما اتكلمش ما عملش معفو عنه. لكن هذا الذي في داخله، زي ما قال سيدنا أبو الدرداء حكيم الأمة رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللي جواك لازم يخرج، في حاجة جواك، واللي جوه ده
يبتليه الله عشان يخرجه. اللي يخرج ساعتها حال الابتلاء، إما أن يقيم الله عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه، أو أن يطهره من هذه الوساوس. قصة الثلاثة اللي نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، رجل يقول كنت أحب، كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت فابتليت بسنة فأتتني تطلب مال. الرجل ده كان تقي، قل لي تقي ويحب بنت عمه؟ ما هو إذا عرض التقي نفسه للفتنة فتن، ما هو مش ملاك. فلما عرض نفسه بالاختلاط بابنة عمه للفتنة وقع في العشق المحرم. لما وقع في العشق المحرم وهو تقي أراد الله أن يتوب عليه فابتلاه، ابتلاها بسنة، قال له مش أنت بتحبها ونفسك تزني فيها؟ أهي قد. فقد ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فابتلي ليهذب، ابتلي ليطهر. مش انت بتحبها تريد الحرام؟ اهي ابتليت بسنة وجات طلبت فلوس اشترط عليها، قالت له ماشي. هذا الابتلاء ليطهر، ليخرج الحرام من قلبه. وده اللي كان لما تمكن ذكرته انه تقي، اتخلناه قام وطهر وانتهت، وعمره ما يقول كده تاني ولا يفكر في كده تاني. اتطهر خلاص، انتهت خلصت. واخر تريد ومشغول قلبك بكده، الخبث اللي في قلبك، طب خد يفعل فتقام عليه حجة العدل فيعاقب بفعله ليعلم. قال سبحانه وتعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عند الشدائد صابرون جبال سعد وعمار الهدى وبلال رجال. عند الشدائد صابرون جبال سعد وعمار الهدى وبلال رجال. من صفات الرجال أمام الفتن ألا يلهيهم شيء. مشكلة زينة الدنيا أنها بتلهي. قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. لهو القلوب حين تلهو القلوب ترتكب الذنوب، حين تلهو القلوب تنشغل عن علام الغيوب، حين تلهو القلوب تنسى كيف تجري الغيوب، حين تلهو القلوب تلهو عن الآخرة وما تؤوب، حين تلهو القلوب تترك العمل الدؤوب، حين تلهو القلوب تضيع في الدروب، حين تلهو القلوب
ينسى كل خير ويعيش العبد الذنوب. حين تلهو القلوب تقع في الكروب. تلهو القلوب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لهو القلوب. هؤلاء الرجال لا تلهو قلوبهم. الجد يا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. إخوتي، قال الله جل جلاله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عارف اللي بيقولوا دايما فلان عايش على أمل، عايش على أمل إنه يتوب، عايش على أمل إنه ينصلح حاله، عايش على أمل إنه يغير حياته، ويتلهى بهذا الأمل. كم من الناس في هذه الأيام يقول أنا وحش وأنا غلطان وأنا مذنب وأنا مقصر وانا نفسي ابقى كويس وانا عايز اكون احسن وبس، وما يعملش حاجة، يتلهى بهذا الكلام. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل. لهو القلوب ولهو الامل، لهو الدنيا تجارة وبيع. هذه ليست من صفات الرجال. الرجل لا تلهيه الدنيا، الرجل يعرف قيمة الدنيا. إخوتي، كيف تحلو الحياة؟ إزاي تبقى الحياة حلوة؟ إزاي يعيش الإنسان في سعادة؟ إزاي؟ حين نفهم الحياة. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة، زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل اللي في الدنيا اللي انت شايفه ده من الجبال والبحار والسماء والنجوم والكواكب، الفلوس والعربيات والعمارات والنساء والأولاد وكل ده، اللبس والأكل والشرب، المتع والشهوات زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة وليس قيمة تقيم بهم الأشياء، ولكن زينة. وزي ما قال العلماء في تفسير قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا الزينة هو الزائد على الأصل سريع الزوال. الزينة اللي بتتزين بها المرأة حاجة زائدة، حاجة مش من جسمها، عشان اللي بيستدل بيها: إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. الوجه والكفين دول أصل، مش دول اللي ظهروا، وإنما اللي ظهر الزينة الكحل والسوار والخلخال والخاتم وما إلى ذلك، الزينة. فالشاهد إن كل اللي على الدنيا ده، كل اللي في الدنيا ده زينة ليس له قيمة، سريع الزوال. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، اختلط فأصبح هشيما تزره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. لذلك حين يفهم الإنسان الحياة، حين يفهم معاني الحياة،
حين يفهم القيم في الحياة، حين يفهم قدر الأشياء في هذه الحياة يسعد، هيعرف قيمة الأشياء دي إيه. لذلك قال الله عن الرجال: الرجل الرجل لا تلهيه تجارة ولا بيع. قصة عجيبة بتاعت الحطيئة لما هجز زبرقان بن بدر، وكانوا على عهد سيدنا عمر بن الخطاب. فزبرقان بن بدر أتى بالحطيئة، اثنين شاعرين، إلى سيدنا عمر وقال: هجاني. قال: ما قال لك؟ قال لي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنما أنت الطاعم الكاسي. كأنه بيقول له: يا عم انت مالك ومال المعالي، اقعد كل واشرب ونام. فسيدنا عمر قال: انا لا ارى في هذا هجاء، انما اراه معاتبة جميلة. فقال الزبرقان، شوف بقى كلام الرجالة: او ما تبلغ مروءتي الا ان اكل والبس؟ قالوا: يعني انا كل شغلانتي في الدنيا ان انا اكل والبس؟ هي دي الرجولة؟ هي دي المروءة؟ فقال سيدنا عمر: علي بحسان بن ثابت. هتقولنا شاعر يقيم الكلام ده، علي بحسان بن ثابت. فجيء به فسأله عمر عن البيت: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنما أنت الطاعم الكاسي. قال: لم يهجه ولكن خرئ عليه. قال له: ده حاجة أكبر من الهجاء. يقول لك: يا عم أنت كل واشرب ونام، مالكش دعوة أنت بالحاجات الكبيرة. سبحان الله العظيم، دي شتيمة. الرجل لا يقبل، الرجل لا يقبل على نفسه أن تكون مهمته في الدنيا مجرد أن يأكل ويشرب وينام. إنما الرجل لا تلهيه الدنيا، أكل وشرب والشهوات والمتع والملذات والغفلات، ليس هذا هو الرجل. الرجل لما قيل لرجل: لنا إليك حويجة، قال: ابتغوا لها رجيلا. قالوا له: عايزين نطلب منك حاجة صغيرة قوي، يعني هنطلب منك تعمل لنا حاجة تافهة. قال لهم: شوفوا واحد تافه يعملها. عشان كده على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الحقير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فالرجل الرجل لا تشغله هذه التوافه. لذا قال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ذلك ناس النهاردة اللي بيتكلم عن الفلوس، ويتكلم عن المتعة، ويتكلم عن الشهوات، ويتكلم عن السيارات، ويتكلم عن الأمارات، ويتكلم عن النساء، مش دي الرجولة. احنا بنتكلم عن الرجال مواقف. فموقف الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجال مواقف. فلما فهموا الدنيا عرفوا أن الأصل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلم يلتفتوا عن أصل هذه العبادة، ولم تشغلهم الدنيا. إخوتي، لا زال الحديث متصلا، ونلتقي غدا إن شاء الله وقدر في نفس الموعد مع الرجال مواقف.
أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في المؤمنين الصادقين رجال، رجال ما غرهم دنيا الورى أو مال، عند الشدائد صابرون جبال. سعد وعمار الهدى وبلال، رجال في المؤمنين الصادقين رجال، رجال ما غرهم دنيا الورى أو مال، عند الشدائد صابرون جبال. سعد وعمار.